بدأنا أول جزء طبعا العين، رقم واحد العين، رقم اتنين الأنف، احنا شايفين في البورتريه، رقم تلاتة النهاردة إن شاء الله للفم. تمام، يعني ممكن نبسط الدنيا ونسهلها، هنعمل خط مستقيم وخط فوق عليه. تمام، هنبدأ من هنا بانحناء كده بسيط زيه هنا، عكس قوس من تحت، بس بسيطة جدا وسهلة. نبدأ ننفذ على البورتريه بتاعنا اللي احنا شغالين فيه. نجيب كده قصاد نص المناخير كده بالظبط، واخد خط. تمام، وامشي عليه بخط عدل كده قد ما اقدر. هبدأ من هنا ومن هنا كده لحد ما يوازي المني بتاعي، عكسه طبعا الناحية التانية، ما يوازي المني بتاعي هنا. تمام، مع حتة كيرف صغننة كده في النص، عكسه زي ما اتفقنا من تحت الكيرف بتاعه. تمام، بقى كده عندنا اللف الفم، سوري، في خط طبعا في النص بتاعه ما ننساهوش بقى. هنا طريقة التظليل بتاعه، هنبدأ من الغامق من هنا، أغمق جزء في الفم من برضو من الجنبين، يبقى من تحت غامق شوية وفي الجنبين دول غامقين، لأنها إيه الشفة اللي تحت مغطية عليها شوية. هنا برضو غامق، هنا ده مكشوف فبيبقى ده فاتح شوية. هنا ممكن نعمل نمسح عشان نظبط الأسنان شوية. نبص في الرصاص او الفحم قبل التظليل بيبقى شكل تاني خالص، لكن بعد التظليل بيبقى جميل خالص خالص، كأنك بتدهنه دهان مش دهان. كده بدأت معانا بأول حصة، حصة على حصة تلاقي نفسك ايه بدأت تقدم واحدة واحدة مع بعضينا نتعلم. تستفيد وتتعلم، ما تنساش الاشتراك في القناة بتاعتنا وتتابع الدروس معايا، واكيد ان شاء الله هتستفيد. كده بقى احنا خلصنا الانف والعين، تمام، والفم بتاعنا النهاردة بطريقة بسيطة جدا غير معقدة. تمام، وان شاء الله كده احنا جاهزين نرسم بورتريه، وان شاء الله بالتوفيق معانا. لو عايز تستفدت بقى